المشاهدين الكرام، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. احنا جينا انا الصفيحة المشاهدين الكرام، دابا ان شاء الله غنديروا واحد الجوله من هنا نطلعوا لفوق، خليكم معايا. كما كتشوفوا لوطيلات راهو ما هادو، ودابا غندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله، غنطلعوا مع هذا مع الطلعين ان شاء الله، ونشوفوا الجو كيف داير في هذا الصباح هذا النواحي ديال صفيحه. ندوزكم الجهة ديال الصفيحة المشاهدين الكرام، لأني على منظر أخوت. نوقفوا شويه هنايا، خليكم معايا، بغيت غير ندير لكم واحد الفيديو من هنايا مع هذا الصباح هذا، هذا المنظر هنا ما شاء الله الصراحه. شوفوا على منظر اخوتي، هذا المنظر كيشهي وضربه فينا الشميشة المشاهدين الكرام كما كتشوفوا. خليكم معايا غنكمل على الترك ديالنا. احنا مشينا
دار السلوم المشاهدين، هذا هو دار السلوم. ايوا احنا غنمشيو نقطو الطريق الحسيمه، وخليكم معايا غنساريكم شويه. ساريكم معايا شويه، دابا من هنا غادي ندور على اليمين، يعني غادي نقطو طريق الحسيمه. احنا مشينا المشاهدين كما كتشوفوا الحمد لله راه الخدامه ليل ونهار كما كتشوفوا، تبارك الله ولا التراك كيشعل. شوفوا النقي يعني، وداروا لي داكشي على الجناب على الشجر وراء الربيع، يعني واحد المنظر رائع، واحد المنظر المشاهدين الكرام كيشعل، والله الا واحد المنظر كيشعل. شوفوا على النقاوة، شوفوا على النقاة المشاهدين الكرام، النقاء. شوفوا على النقاة تبارك الله. أتهلا في هاد الطرق الصراحة، دايما كنلقاو هنا كينقيو كيصوبوا، يعني كيزيدوا الربيع وكيصوبوا الشجور وكيشدوا، المهم أي حاجة كل يوم كنلقاو هنا، كل يوم صراحة. النهار كنلقاو، شوفوا المشاهدين الكرام على منظر كيف داير تبارك الله، المنظر زوين بزاف. اخليكم معايا، واحد الجو زوين، الشميشه، وثانيا ماشي غير الشميشه، يعني النقاء والهواء نقي. الله على راح، الله على راح كما كتشوف. الله على هوا على الصبح، وعلى
عندنا هو خوتي زوين بزاف صراحه. الهواء معتبر الحسيمية النوارة، الحسيمية الجوهرة، النوارة يا النوارة. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، حنا دائما مع الجديد. كما قلت لكم راه الخدامة ليل ونهار كتلقاهم هنايا هما كيصوبوا داك الجردة. المشاهدين كانوا كما كتشوفوا كيصوبوا الجردة وكيصوبوا كل شيء الحمد لله، يعني تهلاو في الحسيمة بزاف. أتمنى المشاهدين الكرام يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.